بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي الطلاب وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة معك حتى اللجنة. في الحلقة دي إن شاء الله هنناقش كثير من التساؤلات اللي بتسألوها، زي أصحى إمتى في اليوم الامتحان، أذاكر إيه، أذاكر إزاي جوه اللجنة، إزاي أقسم الوقت على كل فرع، قد كل فرع قد إيه، ينفع أبدأ بالتعبير، طب ينفع أكتب إجابتين. كل التساؤلات دي إن شاء الله وأكتر هنجاوب عليها مع بعض. هنقسم كلامنا النهاردة إلى ثلاث أجزاء، قبل اللجنة وجوه اللجنة وبعد اللجنة إن شاء الله رب العالمين. قبل اللجنة يعني أنصح بأنك أنت تقوم يعني في تقريبا الساعة 4 كده ولا حاجة قبل اللجنة بخمس ساعات، لأن اللجنة بتبدأ الساعة 9. في أول ما تقوم يا دوبك كده تصلي كده واستهدى بالله كده وتفطر إفطار متوازن، اسأل بقى خبير تغذية في إفطار متوازن، ده مهم جدا. وبعد كده تبدأ تذاكر. طب أذاكر إيه يا أستاذ؟ بص، تذاكر إيه ديت هي متروكه لكل طالب. ممكن انت كل طالب بتختلف من طالب طالب، عايز يدوس على الحته دي شويه وناس الحته دي شويه وخايف من الحاجه دي شويه، لكن انا احبك ترتب دماغك. ذاكر، اقترح عليك يعني تذاكر بترتيب ورقه الاسئله. ورقه الاسئله اللي هتجيلك بتبدا بالتعبير، وبعدين قصه الايام سؤالين بتختار سؤال، وبعدين وبعدين القراءه سؤالين بتختار سؤال، وبعدين الادب، البلاغه، النصوص، النحو. فانا عايزك تذاكر بالترتيب ده، ترتيب ورقه الاسئله. تمسك التعبير اول حاجه. التعبير تعمل فيه ايه؟ اقرا الموضوعات المتوقعه، اقرا الشواهد مهمه تراجعها تقراها، بص على التعبير الوظيفي. مفيش نص ساعه كده يا دوبك للتعبير، تسخن بس بيهم كده وتبدا بيهم. بعد كده تمسك قصه الايام يا حبذا، لو عندك ملخص لقصه الايام عشان تستجمع الاحداث ومعاني الكلمات اللي انا كنت رافعها على صفحه بنذاكر او من اي كتاب او مذكره استاذك، تبص كده على معاني الكلمات، مش قصه الايام عموما، مش قصه الايام فقط، يا ريت تبص على معاني الكلمات عموما، تاخد لك نص ساعه ساعه الا ربع كده تطوف في معاني الكلمات بعد ما تقرا ملخص قصه الايام. بالنسبه للقراءه تجيب الموضوعات الاول المتوقعه زي القدس والعقاد وقيم انسانيه، تقراها كده، تقراها من كتاب المدرسه انت حر، تقراها من المذكره بتاعتك انت حر، المهم انك تقراها بس ما تحاولش تحل اسئله. يعني المبدا العام يا جماعه ان احنا هنذاكر بطريقه القرايه فقط. القرايه دي بتعمل ترتيب للمعلومات في المخ، لانك لو جيت تحل اسئله مش هتعرف اصلا، هتحس انك ناسي كل حاجه وتصاب بقى بنوع من الاحباط اللي مش وقته خالص، ودي طبيعه اصلا اي حد بيمتحن يا جماعه بيبقى كده قبل الامتحان كده. فحكايه انك ناسيين وانا حاسس ان انا مرعوب وانا حاسس ان انا مش هحل وانا خايف من كذا، كل ده هيتشال من دماغك اول ما تدخل اللجنه وتحط قدامك ورقه الاسئله. واجه بقى ان شاء الله هتواجه باذن الله، يا ما هتواجهه انت يعني خايف من حته ورقه هتتحط قدامك، ده الحياه مليئه بالمواجهات، فاستعينوا بالله وما تخافوش كده وتوكلوا على الله. بعد ما تخلص بقى القراءه والموضوعات المتوقعه امسك الادب، برضو الادب المهم اللي احنا قلنا في التوقعات عليه، علشان ده ادب ما جاش من زمان، انت هتقرا كله بس الحتت ديت حاول تركز عليها. امال هي ايه فايده ان احنا نقول لك خلي بالك في الفتره الاخيره من الموضوعات دي عشان ما جاتش من زمان او عشان مهمه؟ هي دي بقى وقتها انك انت تقرا هذه الاشياء، انك انت تقرا هذه الاشياء قبل ما تروح الايه شواهد الادب. يا ريت لو عندك الورقه بتاعت شواهد الادب او انت عندك مذكره استاذك بتحفظ منها، ما تغيرش المصدر اللي بتحفظ منه. عينك خدت على مصدر معين، يا ريت بلاش تغيره علشان تتعود وما ما تحسش انك انت ناسي. بعد الادب يا ريت بقى لما تيجي تذاكر البلاغه تراجع القيم الفنيه، القيم الفنيه بتاعت الاستعاره، التشبيه، الكلام ده ساعات بتنسوه، القيم الفنيه بتاعت الايجاز، المجاز المرسل، الحاجات بقى اللي هي الايه الصغيره ديت، ما نخلطش بقى ما بين الالوان البيانيه والمحسات المدعيه. وفي خريطه جميله قوي على صفحه بنذاكر مقسمه لك البلاغه، يا ريت انت تشوفها كدروس عشان تعرف كل عيله لوحدها، الالوان البيانيه مع بعضها، المحسات المدعيه مع بعضها، وهكذا. بعد البلاغه احل بلاغه يا استاذ؟ لا، سين وجيم ماشي. بص، هو لو هتقرا سين وجيم في اي فرع ماشي، لكن انت تحل بلاغه حاول تحل كده بمزاج، لو انت اعصابك جامده وعندك قدره ماشي مفيش مشكله، لكن لو لقيت نفسك مش عارف تحل شوفها سين وايه، شوفها سين وجيم. بعد ما تخلص البلاغه تروح للنصوص بقى. النصوص اول حاجه تعمل فيها تراجع الحفظ، يعني انت عندك اللي هو النصوص الحفظ زي غربه وحنين وبينما نحن على ذلك في الصغيران واخر مقطعين من النصور وهكذا، تحفظهم بقى وتبدا تسمعهم بالورقه او بالقلم شفوي انت حر مفيش مشكله. ولو حسيت انك ناسي انسى انك بتنسى طالما انت ناسي بقى يعني على فكره والله يا اولاد الطلاب اللي ناسيين بقول لهم ابشروا. ليه يا استاذ؟ لانهم عندهم معلومات حاسين انهم ناسينها،
يعني ده يدل انك انت كان عندك معلومات وحاسس انك ناسيها، فما تخافش من النسيان ده. كمان اللي بيقول لي انا كل حاجه دخلت في بعضها، اقول له ابشر ليه؟ ما هو انت عندك حاجات معلوماتك كتيره قوي فدخلت في بعضها. ما تخافوش يا شباب، كل ده بيتشال، كل ده ربنا بيكرم وبيتشال خالص، وساعه ورقه الاسئله بتستدعي المعلومه وبتيجي، ما تقلقش يعني. بعد كده تمسك يا ريت بقى اخر حاجه تذكرها بعد النصوص وتقرا جماليات شويه بسرعه والتعليقات بتاعه النصوص، كل حاجه كده بتقعد مع كل فرع كده نص ساعه بتاع. ما انت معاك اصلا ايه؟ انت معاك 3 4 ساعات، انت معاكش يعني معاكش 100 ساعه يعني. نيجي للنحو بقى، نراجعه ازاي؟ نمسك يا ريت لو عندك ال100 معلومه تمسكها وتقرا المعلومات ديت، ال100 قاعده دي قرايه بسرعه كده تتذكر بعض المعلومات وبعض القواعد. لو مش عندك ال100 معلومه مش مشكله، شوف اي كتاب فيه بتاع ملخص قواعد النحو، اول 21 تدريب بتوع كتاب المدرسه لو انت حلله معايا من على اليوتيوب، يا ريت تبص على الاجابات دي وتبص على افكار الاسئله، يا ريت دي تكون طريقه مذاكرتك للايه؟ للنحو. طيب خلاص بقى، بدات تقرب الساعات بقى وبدات هنزل بقى، ده قلبي بيدق اهو بقى. بالعكس يعني، ده بقول لك ايه، وقع البلا ولا انتظار يا يا ريتك تخلص وتخش اللجنه بلا وجع قلب يعني. طب اعمل ايه يا استاذ بقى؟ هنستعد للنزول بالادوات. يا ريت يا جماعه حاجات بقى بسيطه كده كانت هتفرق بقى. الادوات اقصد بقى ايه؟ قلمك، سواء بقى قلمك الجاف او الرصاص او المسطره او الاستيكة او البرايه، دول اللي هتاخدهم معاك، ما تاخدش حاجات كتير قوي، هم دول بس. اللي انت هتاخد قلم جاف ازرق طبعا، ممنوع الكتابه بغير الازرق، والرصاص عشان تسطر بيه او عشان تشطب بيه او عشان تحط خط، ده الرصاص، ومسطرتك والبرايه دي طبيعي. ويا ريت تكون القلم جيد، يعني انت مختار قلم سنه جيد، قلم متعود تكتب بيه، قلم حلو، بلاش حبر يا جماعه، الحبر ده ممكن يبهدل لك الورقه ويبوظ لك الدنيا. وخد قلم احتياطي معاك كمان، قلم الاحتياطي ده يا ريت علشان لو القلم ده فضى، باظ، اتكسر، اي حاجه ضاع، فخلي بالك من هذه الاشياء البسيطه لكن لها دور كبير جدا في ثباتك واحساسك بانك انت يعني عامل اللي عليك ومستعد كويس قوي. كمان يا ريت ما تنساش رقم جلوسك لو سمحت، تاخد رقم جلوسك معاك او تكون حافظ رقمه في دماغك، يا ريت ضروري جدا، لانك انت لو ناسي رقم جلوسك وضايع منك فيلم بقى، على بال ما تروح بقى للكنترول تحت ويجيبوك من الكشوفات ويطلعوا، اخشى انك انت تخش اللجنه متاخر. تتوكل على الله، على الله بقى، تتوكل على الله بقى بطل، وتخرج من البيت وانت بتقول الدعاء ده، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يدعو بهذا الدعاء عند الخروج من المنزل، يرد عليه ملك ويقول له ايه؟ هديت وكفيت وتنحى عنه الشيطان. ثلاث حاجات انت محتاجهم، ثلاث حاجات انت محتاجاهم. هديت، هديت للإجابة الرخمة ما بين الاختياري. كفيت، كفيت شر النسيان وشر المراقب اللي قاعد باصص فراتك. فرفش كده ايه واضحك كده، هديت وكفيت وتنحى عنه الايه كمان؟ الشيطان والوسواس، ان مش هحل يتنحى عنك. فيا شباب العامل الديني مهم جدا وهيفضل معاك طول عمرك، هو سندك وهو زادك وهو سبب نجاحك وفلاحك ان شاء الله رب العالمين. بعد ما تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، وما تنساش يا ريت انك انت تحاول بقدر الامكان انك تخرج قبل اللجنه او قبل ميعاد اللجنه يعني كتير. وقت النزول يكون قبلها بساعه، قبلها بساعه الا ربع، وخصوصا بقى لو كانت المدرسه بعيده او انت ساكن في القاهره مثلا وانت عارف بتتنقل والدنيا بتبقى زحمه موت الصبح. فبص اوعى اوعى تقول لي اصلهم صعب عليهم ويدخلوني، لا ما فيش حاجة اسمها كده. انت لو اتأخرت اكتر من ربع ساعة او نص ساعة مش هتدخل اللجنة، نص ساعة كتير، اتأخرت اكتر من 10 دقايق مش هتدخل اللجنة. فلازم تكون متواجد قبل اللجنة بنص ساعة على الاقل، واقف قدام مدرستك على بال ما يفتحوا البوابة وتخش. فالمهم النقطة دي مهمة جدا انك انت تحرص، لو كان بقى المدرسة جنب البيت دي بقى حاجة تانية. يا ريت بقى وانت واقف قدام المدرسة تتجنب، وصيتي ليك يعني، تتجنب الاحاديث والحوارات والورق وتبادل الورق. يا ريت بص هتسمع كلام عمرك ما سمعته في حياتك، لو انت شخص صامت كده هتختزن الكلام ده وتقعد تضحك عليه للصبح. واحد واقف عمال ماسك ورقه ويقول لك هو ده الامتحان، يعني هو معاه الامتحان يعني خلاص، وطبعا كل الكلام ده كذب وكل الكلام ده مستحيل طبعا يكون معاه الامتحان. الحاجه الثانيه ان هو اتنين واقفين بيتخانقوا المعلومه دي، لا ده المعلومه دي لا، ده تعب اعصاب. الحوارات الكتير دي هتشتتك وانت اصلا داخل على مهمه عايز مخك يكون هادي واعصابك تكون هاديه، فتجنب الحوار مع الاشخاص. السلام عليكم، وعليكم السلام، بس ما تفتحش مواضيع، ما حد يجي يقول لك فلان، قول له بص احنا داخلين بقى خلاص، اللي ذاكر ذاكر، قول له كده. فخلي بالك الحوارات دي عشان كمان مجهودك وعشان طاقتك، الطاقه دي يا جماعه مقدسه، الطاقه دي اللي انت داخل تحل بيها ديت دي زادك.
فما تضيعوش بقى في حوارات وخناقات وكلام ملوش فايده. فادخر طاقتك يا بني بتجنب الاشخاص وبالصمت. طب امسك ورقه راجع انا؟ لا، ما انصحكش انك تبقى واقف قدام اللجنه وماسك كتاب وعمال تراجع. الكلام ده كلام فارغ، لان حتى كمان ممكن يعمل ياثر على المعلومات اللي انت يعني مذاكرها. فممكن الكلام ده اللي انت عمال تلح على نفسك انك تفتكره ده ممكن يعمل لك نوع من حجب المعلومات، بعض العلماء قالوا كده يعني. لكن تجنب، مش هتفرق كتير القرايه دي صدقني قدام اللجنه، ملهاش اي قيمه اصلا في وسط الهيصه وفي وسط الحر وفي وسط الربكه اللي احنا فيها ديت. كمان يا شباب يا ريت ان احنا نتجاهل الشعور بالنسيان زي ما قلنا. لو حاسس ان انا واقف قدام اللجنه وناسي كل حاجه ما تخافش، هتدخل اللجنه وهتفتكر ان شاء الله. وبعد بكررها لك تاني لان عارف الحته دي ملحه قوي عندكم. دخلت اللجنه يا بطل. دخلت اللجنه يا بطله، هعمل ايه بقى؟ بعد ما تعرف رقم جلوسك وتعرف لجنتك وتمام التمام، دخلت بدات الساعه 9، توكلنا على الله، معاك 180 دقيقه وسبع فروع عربي وورقه واحده وش وظهر ثلاث ساعات يعني. يعني طبعا ما فيش ورقه اولى ورقه تانية، لا هي ورقه واحده اللغه العربيه، ورقه واحده اقصد يعني فتره واحده من 9 ل 12. الثلاث ساعات دولت انت معاك سبع فروع لغه عربيه. طب اقسمهم يعني، اقسم ال 180 دقيقه على السبعه هيطلع لي تقريبا 25. لا لا ما ينفعش، مش كل الفروع هتديها قد بعضها. انت التعبير محتاج بدأنا اهو بقى يعني. انت تخش بقى بالاستراتيجية دي، انت مقسم التعبير، مقسم الوقت على السبع فروع، مدي للتعبير 50 دقيقة، عاين كده للتعبير 50 دقيقة. لازم يكون معاك ساعة طبعا، مش الموبايل، ها، لان انت ممنوع. هقول في الاخر ممنوع حاجات كتيرة جدا منها الموبايل، ده كارثة مصيبة يعني. المهم ان انت معاك ساعة، الساعة ديت انت بتبص فيها وعارف انك حابس كده حاجز 50 دقيقة للتعبير و30 دقيقة للنحو، ادي 80 دقيقه من 180. طب وبقيه الفروع؟ لكل فرع ربع ساعه. ايوه ربع ساعه، هو على فكره ربع ساعه يكفي، ربع ساعه كتير مش قليل، ربع ساعه 15 دقيقه، لان هم بيبقى ايه 3 اسئله او 4 اسئله، وما تبقاش اسئله طويله قوي، واللي ممتحن عامل حسابه كويس قوي في الوقت. المهم ان انت حاطط 50 دقيقه للتعبير، 30 دقيقه للنحو، كل الفروع بعد كده هتطلع 15 دقيقه. طب هم سبعه، حطيت 80 للتعبير وللنحو وفاضل خمس فروع، خمس فروع في 15 ب 75، 75 ومعانا 80 يبقى كده معايا 155 دقيقه. فاضل لي كام من ال 180؟ 25 دقيقه بعد ما اخلص كله، فاضل لي 25 دقيقه فقط. 25 دقيقه دولت هنعرف ان احنا سايبين اسئله، زي ما هنقول لك تتعامل ازاي مع ورقه الاسئله دلوقتي. احنا هنسيب السؤال الثاني في قصه الايام، هنسيب السؤال، مش السؤال الثاني يعني، هنحل سؤال واحد ايا كان، وهنحل سؤال واحد في القراءه، وهنحل سؤال واحد في النص. هيبقى في اسئله انا ممكن احلها او ما احلهاش براحتي، لا بس دي عايزين نحلها لو سمحت عشان تغطي اي مشكله. فال 25 دقيقه دولت منهم هتعين كمان خمس دقائق او سبع دقائق للمراجعه، انك مراجعه يعني ايه؟ يعني تتاكد انك مش ناسي سؤال، تتاكد قوي انك انت مش ناسي جزء من السؤال، دي المراجعه. لكن ساعات انتوا بقى بتراجعوا الاجابات تقوموا ايه ملخبطين الدنيا يعني، لا المراجعه يا دوبك بس تتاكد من الايه يا شباب الاسئله. ده عن تقسيمه الوقت جوه اللجنه، ودي مهمه جدا. طيب استلمت ورقه كراسه الاجابه بقى، تعالى بقى يا استاذ. اول حاجه خليك نصح بقى، ما تكتبش اسمك على طول كده، ليه يا استاذ؟ اول حاجه امسك ورقه كراسه الاجابه وافتحها، شوف فيها ورقه بايظه، شوف فيها ورقه مكرمشه. طبعا ليه؟ لان لو ورقه بايظه او ورقه مكرمشه او الورقه دي كراسه الاجابه ناقصه ورقه، هتفضل تكتب نص ساعه. هفهمك هتعرف ازاي ناقصه ولا مش ناقصه. هتفضل تكتب نص ساعه وبعد يقول لك ايه ده يا نهار ابيض، ده ورقتك غلط، يقوم ساحبين ورقتك وبتجيب لك ورقه جديده، تبدا من الاول تاني. انت كده ضاع منك نص ساعه وساعه الا ربع. فخليك ناصح، ما تكتبش اسمك ولا كانك استلمت الورقه الا لما تشوف حاجتين، الورقه كل ورقها سليم. طب عدد الورقه اعرفه ازاي انها ناقصه ولا مظبوطه؟ هتلاقي مربع كده على ورقه الاجابه من بره، يقول لك ورقه الاجابه عددها وبين المربع ده 15 12 8، هي بتختلف على فكره من ماده لماده ومن سنه لسنه. فانت شوف الورقه دي كام وعد الورق، لقيته مطابق للرقم اللي بره تمام، خلاص الورقه سليمه والعدد سليم، ابدا بقى اكتب اسمك ورقم جلوسك، وطبعا تحرص ان هو ما يشفش على الورقه اللي تحتها زي ما انتم متعودين، وتكتبه في المكان المناسب والمراقب يمضي عليه. المواضيع دي مهمه جدا علشان انت خلاص كده بقى انطلقت انطلاقه صحيحه. طب ورقه اجابه اعمل بقى ايه؟ على بال ما تجيلك ورقه الاسئله، عايز تسطر سطر، مفيش درجات على التسطير، انت ليك مزاج تسطر سطر. ايه اسطرها ازاي يعني يا استاذ؟ عادي يا جماعه، مربع عادي جدا، المربع العادي الهوامش اللي بتسيبها صغيره في الجناب فوق وتحت وعلى الجنب متساويه، دي عاديه جدا. فده لو عايز تسطرها على بال ما يجيلك ورقه الاسئله.
جات لك ورقه الاسئله يا بطل، طب اعمل ايه بقى يا استاذ؟ اقرا ورقه الاسئله على طول ولا يعني اقرا على قد السؤال بس عشان اعصابي ما تبص؟ لا بص، الاحسن انك تقرا ورقه الاسئله كلها بس بسرعه، يعني تمسكها كده اقعد تتاكد كمان لقيت المواضيع الحمد لله اللي قالوا عليها انا مذاكرها، حتى يا اخي لو موضوع ولا اتنين ما جاش بس الموضوع ده انا اطمنت، ده الامتحان ده السؤال ده انا عارفه، عارف هتقع عينك على حاجات تديك بقى تكسر حاجز الخوف شويه، تكسر حاجز الترقب اللي انت كنت مترقب ورقه الاسئله ده، وانت فضولك اصلا مش هيدي لك فرصه انك انت ما تقراش الاسئله، بص مش هتقدر يعني هتقرا فاقرا ورق بس بسرعه، اقرا ورقه الاسئله بسرعه كده وشوف البتاع الحاجات اللي جت وكده، وابدا بقى امسك اتوكل على الله كده وسمي بسم الله كده وابدا حل. طب ابدا بايه يا استاذ؟ ابدا بالتعبير. بص هو براحتك انت تبدا باللي انت عايزه وبتختلف من شخص لشخص، لكن عامه بلاش تبدا بالتعبير. ليه؟ انا لسه داخل برضو ما استجمعتش قوايا العقليه وما استجمعتش قوايا العصبيه، فانا راجل لسه او بنت لسه ما استجمعتش القوه ديت وهقعد الف وهقعد ابدع لا، انت تروح لحاجه انت متقنها. يعني ايه متقنها؟ زي مثلا قصه الايام، اكيد انت الاسئله انت حافظها مذاكرها هتجاوب فيها، لا دي اجابات علميه انت عارف بتعمل ايه. فده كانت نصيحه وايا كان اللي انت عايزه اعمله، لكن افرض انا مش هبدا بالتعبير، اسيب له عدد صفحات؟ لا ما تسيبش عدد صفحات، انت من حقك تبدا وتقول كده ثانيا قصه الايام، ده انت من حقك تقول رابعا النحو، من حقك تقول كده تمسك اول حاجه كده رابعا النحو، مفيش ترتيب فروع يا شباب براحتكم، ابدا باللي انت عايزه بس يبقى العنوان واضح في وسط الصفحه علشان المصحح ما يفضلش يدور على يدور على اسئلتك. يبقى كده تكلمنا وحاولنا ان احنا لما اجي بقى امسك ورقه الاسئله، انا عندك سؤالين في قصه الايام، اقرا السؤالين الاول. انا هبدا بقصه الايام خلاص، هبدا بقى بايه؟ يا ترى السؤال ده ولا التاني؟ ما تقعدش بقى تفكر لي نص ساعه وتقوم تصلي ركعتين استخاره في اللجنه عشان تشوف انت هتبدا بايه. ايوه في طلاب على فكره، انا والله بقول الكلام ده من حاجات انا قابلتها كتير، طلاب قاعد بيقول لي انا قعدت تلت ساعه اقرر اخد ده ولا ده. لا يا جماعه اقرا الاسئله على مهلك وشوف اللي انت اكتر فيه اداء هتحل فين، وبعدين ابقى مطمئن. ليه؟ ما احنا سايبين 25 دقيقه هنحل التاني برضه، فبقى مطمئن بس ابدا باللي انت مرتاح له اكتر، فما تخليكش نفسك مشتت دايما بتفكر في اللي انت ما عملتوش، فما تسيبش ما تسيبلوش مكان، قلنا ما تسيبش الحاجه مكان. في الاخر خالص السؤال بتاع قصه الايام اللي انت عايز تحله بعد ما تخلص خالص في ال 25 دقيقه اللي احنا قلنا عليهم، قول كده في الاخر خالص السؤال الاضافي في قصه الايام السؤال الثاني وابدا حله، عادي هيتصحح لك وتاخد درجته، مالكش دعوه انت خالص ما تقلقش يعني. اذا يا شباب يجوز لك انك تبدا باي فرع، وبعد حل القصه تتجه سؤالين، ما تحلش سؤالين ورا بعض زي ما قلنا، هتروح للقراءه تحل سؤال منهم وبعد كده برضو تسيب السؤال الثاني في القراءه وتسيب السؤال انت هتسيبه في القراءه وتروح تحل مين بقى؟ الادب. الادب هتلاقيه على طول كده سؤالين ثلاثه، اقرا السؤال على مهلك شوي. هو الاسئله عموما كلها لازم تقراها على مهلك ولازم تقراها بتركيز، بس في الادب بقى بالذات اقرا مره واتنين، لان ساعات بيبقى هو ايه انت مش عارف السؤال عايز ايه، وانا قلت ونصحت قبل كده 100 مره لو قريت سؤال الادب ومش عارف عايز ايه سمع الحته بتاعته. هو بيتكلم عن احمد شوقي مثلا وانت مش عارف عايز احمد شوقي، احمد شوقي عباره عن ايه؟ عباره عن عوامل والقصائد واضافات، العوامل والاضافات الجمهور والنقاد والصحف، وبعد كده بقى عمل ايه؟ اتجه من المديح الى التاريخ والتاريخ الاسلامي واتجه هي دي سمعها كلها، هي كلها مش هتيجي الا نص الصفحه اصلا، ده لو ما فهمتش السؤال، ده انا بقول كده كنوع من الامل. اوعى تسيب سؤال فاضي، اوعى تطلع من اللجنه وتقول لي اصل انا ما فهمتش السؤال عايز ايه؟ لا ما ينفعش كده يا جماعه خالص، حرام يعني، حرام عليك يعني بجد يعني. في سؤال الادب مش شرط اكتب بالشبر، يعني في طلبه كتير فاكره ان سؤال الادب ده لازم اكتب كتير، في اسئله تحتاج كتابه كتير وفي اسئله ممكن تحتاج كتابه سطر او سطرين، فانتبه للنقطه دي. البلاغه بقى، افرض بقى انا جيت لقيت ايه سؤال البلاغه كده وبقرا الابيات ومش فاهمها. لا بص ما فيش حاجه اسمها مش فاهمها، ده مبدئيا كده ما فيش حاجه اسمها مش فاهمها. ليه يا استاذ ما انا مش فاهمها؟ يعني في طلبه من سنه من السنين وجالهم كريت وانت بتحل سنه عامه شفتوها اساليل يعرب، الحال او ايه سليل ويعرب دي بقى؟ ايه بقى سليل؟ مين سليل ومين يعرب ده؟ فضل بقى العيال الاولاد بقى ايه يعني اتلخبطوا. طب لو كملوا الابيات، في ناس ما سابت البلاغه بسبب كلمه اساليل يعرب، وهو لو كمل الابيات قسما بالله الابيات بسيطه وسهله ومفهومه. بس انا اوصيك انك انت قطعه البلاغه اقراها مره واثنين وثلاثه،
انا يا مدرسك اهو لو جاتني قطعه بلاغه اول مره اشوفها ابيات جديده لازم اقراها مره واثنين، لكن قسما بالله العظيم انا بشوف طلبه ما بيقراش الابيات اصلا وبيروح على الاسئله استخرج لين بياني. ها يلا طور العاطفه ايه؟ لا يا جماعه، لا يا جماعه احنا في ثانويه عامه، ده مستقبل ومصير، فينفعش الفوضى دي وينفعش الاستهتار ده نتعامل بيه مع قطعه البلاغه كده. فقطعه البلاغه خلي بالكم ونقرا مره واثنين وما نخلطش ما بين الاسئله. نروح بقى للنصوص. بعد ما خلصت البلاغه اجل النصوص بحل السؤال الاجباري وعلى مهلي قوي فيه، الطايره طايره زي ما بيقولوا، لو الدرجه طارت طارت، لكن في السؤالين التانيين ممكن اعوض لان انا هحل النصين، بس خلي بالك في الاسئله ديت بتاعه النص الاجباري. بعد كده بقى بطل هتروح لمين؟ لسؤال النحو. لو سمحتم اوعدوني دلوقتي انك لو سمحتم تقروا قطعه النحو وتفهموها. نادرا ما الطلاب بيفهموا قطعه النحو عايزه ايه، وعايز يطلع وخلاص وعايز يعرب وخلاص. اذا كان الاستخراج والاعراب مبنيين على المعنى، كانوا زمان الشباب بيجيبوا قطعه النحو ويجيبوا تحتها سؤال الف وب بيسالك في القطعه وبعدين يخش في النحو. دي كانت طريقه رائعه، بس طبعا كانت بتطنش وعلى طول بتطلع كسل البشر المعروف فينا كلنا. لكن انت بعد امتحان ثانويه عامه وقطع نحو قدامك اربع خمس سطور مش هتاخد منك حاجه، اقراها افهم قبل ما تبص على الاسئله. ده بص قبل ما تبص على اسئله النحو اقرا القطعه وحاول تفهمها، والله العظيم هتفرق كتير جدا. وياما طلاب كان السبب الاساسي في خسارتهم درجات هو انه ما قراش القطعه ولا فهمها ولا تفاعل معاها. طب يا استاذ انا دلوقتي شكيت في اعراب، ينفع اكتب اعرابين؟ بص هو اولا انا هناقش بعد كده من في الممنوعات انك ممنوع تجاوب السؤال مرتين اصلا، يعني السؤال نفسه ما تجاوبوش مرتين. بس ممكن في الاعراب هتعمل ايه؟ مثلا انت شكيت انها تمييز فقلت تمييز، وبعدين قلت ايه؟ او حال، حل اخر حال. لو عملت كده مرة او اتنين ممكن المصحح يديها لك، لكن لو بقى الطلاب ساقوا فيها وكل شوية يمسك كل كذا او كذا كذا، ده في ناس بيقول لك ايه، انا وانا بصحح يقول لك ايه، تمييز او حال او مفعول به او صفه. يا سلام، يعني انت بتجيب لي بقى قطعه النحو كله الاعراب كله وانا اختار بقى. طبعا الكلام ده ممنوع، فانك حل اخر دي وارده، بس مش وارده بتكرار، لو اتكررت كتير هيقف لك وهياخد الاجابه الاولى. خلي بالك هو بياخد الاجابه الاولى. طبعا ممنوع منعا باتا في الاختياري ما بين اقواس تحل السؤال، يعني لو سؤال اختياري من متعدد او سؤال صح وغلط ممنوع منعا باتا، لو كررت السؤال هيلغوهولك عشان تكون فاهم يعني. فخلي بالك لما تشك بس، ولما حتى وانت شكيت في الاعرابين اكتب اللي انت يعني شايف انه اصح الاول، يعني اكتبه يعني. كمان لو سمحت راعي الوقت وانت انت في السؤال النحو بقى، انت وصلت للنحو ولسه ما عملتش تعبير، لو كنت مأجله للاخر. ساعات طلبه بقى بتقعد والله بيسرحوا، بمعنى كلمه بيسرحوا، يفضل في النحو بقى، طب دي تمييز ومستني بقى المدد الخارجي، طب دي حل، طب دي مش عارف ايه، ويفضل بقى نسى التعبير، وفجاه يبص الساعه 12 الا 10 في ايده وما حلش التعبير اللي حاطط له 50 دقيقه بقى حاطط له 10 دقائق. يبقى كبر اربعا على درجه التعبير، كبر اربعا صلاه الجنازه يعني. يبقى حرام، انا بقولها لك صراحه علشان اخضك، علشان ده مستقبل وتخلي بالك من الكلام ده يا شباب. تعالوا بقى للممنوعات، ايه اللي ممنوع اعمله؟ اول حاجه ممنوعه زي ما قلت لكم ممنوع تكرار اجابه سؤال اختر من بين الاقواس او صح وغلط، ممنوع منعا باتا تكراره. ممنوع اصطحاب الموبايل او اي شيء يخص الماده وانت رايح اللجنه، لو سمحت ما تاخدش الموبايل معاك وما تاخدش مذكرات ولا تخش بكتب ولا الكلام ده كله. الموبايل هيعمل لك مشكله كبيره، وهم مشددين قوي 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 على الموضوع ده، لان انت عارف بتحصل مشاكل بسببه كتير. ممنوع استخدام قلم غير قلم الجاف الازرق في الاجابه، خلي بالك. ممنوع استخدام القلم الرصاص في الاجابه، القلم الرصاص ده للشطب، اشطب خط مائل كده وفي الحق. لو انت شكيت في اجابه وعايز تشطبها ما تشطبهاش خالص، لا حط عليها خط مائل كده. ليه؟ على فكره لعل وعسى تتاخد الاجابه دي، يعني لو طلعت هي اللي صح بيبقى احصل ان ساعات بياخدوها كتير قوي، وفي القانون اصلا ان هو لو الطالب عامل خط مائل على الكلمه وكانت صح القانون في صف الطالب مش ضد الطالب في المساله دي، فلما تيجي تشطب كلمه ما تموتهاش يعني، احط عليها بس خط مائل كده بس. كمان عندك
ممنوع استخدام الكوريكتور. الكوريكتور ده ما ينفعش نستخدمه يا جماعه، ما ينفعش خالص. ممنوع مخاطبه المصحح باي شكل. في طلبه تقعد بقى تتكلم مع المصحح وتقول له انني بذلت مجهودا كبيرا وارجو اعطائي درجه، الكلام ده ممنوع بكل الاشكال يعني. ممنوع كمان الكتابه على ورقه الاسئله، هيعمل لك مشكله لو انت كتبت على ورقه الاسئله، هيعمل لك مشكله. احط لاخر ورقتين مسودة عادي جدا تكتب فيها. لا يفضل ترك سطر، يعني في طلبه كتير تقول لي اسيب سطر في الاجابات. لو سبت سطر هتبقى انت بتكتب كتير وممكن تكون الاجابه كبيره، فممكن ورقه الاجابه ما تكفيش، فلا يفضل ترك سطر حتى تكفي الورقه. لا يفضل ترك صفحات بيضاء، يعني بعض الطلاب يقول لي طب استاذ ايه رايك بقى ان انا اكتب في صفحه واسيب صفحه عشان لو سؤال غلط اصححه في الصفحه اللي قصادها. لا طبعا ممنوع، يعني ده غلط اصلا. ممكن تفكروا ان الورقه خلصت، طبعا يفكروها علامه، يفكروها بتاع. لا طبعا ما تسيبش صفحات، ومش هتكفي كده. ده اذا كان اللي سايب سطر مش هتكفي، اللي سايب صفحه وصفحه هيكفي. لا طبعا ما حدش يسيب صفحات فاضيه خالص يا جماعه، ممنوع ترك صفحات فاضيه. طب هل يجوز كتابه اجابتين؟ زي ما قلت يجوز كتابه اجابتين، لكن ما تكررش الكلام ده كتير، فخلي بالك. وطبعا في غير الاختيار الصح والغلط. هل يجوز البدايه باي فرع؟ نعم يجوز البدايه باي فرع. هل يجوز طلب ورقه اجابه اخرى؟ لا طبعا لا يجوز ورقه طلب ورقه اجابه اخرى. انت ليك كراسه اجابه واحده. في طلبه فاكره ان هو بعد لو الورقه خلصت هيقول له النبي ما سمحت معلش اديني ورقه. طبعا لا طبعا ممنوع طبعا. ماذا لو تسلمت ورقه الاجابه او الاسئله متاخر؟ ده ساعات بقى بتحصل المشكله دي يا جماعه، فارجوكم انتبهوا. يعني ممكن انت بقى هم اتاخروا عليه، هم اللي اتاخروا، مش هقول لك انت اللي اتاخرت، وخدت الورقه الساعه 9:30، والله العظيم الساعه 12 بالدقيقه لا ياخدها منك. قول زي ما انت عايز. فانا لما اخد الورقه متاخر اعيد حساباتي بسرعه في الوقت، لان الوقت ده هو ده ده ده, ده اكبر مشكله الوقت دي، والامتحان ساعات يبقى يا دوبك على قد الوقت. فانت تخلي بالك بقى، تسرع الايقاع بتاعك شويه عشان تعوض التلت ساعه اللي هم خدوها منك دي، ومحدش هيرحمك يعني، عشان تكون فاهم يعني. طب افرض بقى بعض الطلاب، انا حسيت يا استاذ في اللجنه ان انا تعبان قوي لا قدر الله بعد الشر على اولادنا، وهو مثلا يكون جاله دور او تعبان وسخن او خلاص بقى لازم دكتور. يعني من حقك تطلب الدكتور، ومن حقك كمان لا قدر الله لو الحاله صعبه بتروح مستشفى. بس قبل ما تروح بقى، دي اللي انا بقول الحكايه دي عشانها، قبل ما تخرج من المدرسه توصي جدا ان هم يعملوا لك محضر بالكلام ده في المدرسه، ويثبتوا التقرير الكلام ده ان الطالب ده حضر، عشان تحافظ على درجتك، عشان تخش الماده تاني وتاخد نفس الدرجه، تاخد يعني تاخد الدرجه كامله، ما تاخدش نص الايه نص الدرجه. فدي خلي بالك منها. طب اعمل ايه يا استاذ لو نسيت؟ ماذا لو يعني نسيت سؤال وليس له مكان؟ انا نسيت سؤال وملوش مكان، اجي بين السطور بقى واكتب؟ اوعى لا انت كده بوظت الاثنين، لا الاجابه اللي انت بتكتبها مفهومه ولا الاجابه القديمه مفهومه. في الاخر خالص اكتب كده في الورقه، هات ورقه فاضيه كده اهو في الكراسه يعني، واكتب اجابه السؤال رقم كذا، مثلا رقم ب في 5، اقول له اجابه السؤال ب في السؤال الخامس، واكتب له السؤال كمان واروح مجاوبه. ايوه علشان ما نكتبش بين السطور ابدا. طب افرض نسيت جزء من الاجابه، يعني انا جاوبت وانا براجع حسيت ان انا الاجابه دي ناقصه، اكتب بين السطور؟ لا. اعمل سهم واقول انظر الخلف؟ لا طبعا. ما اعمل ايه يا استاذ لو لقيت الاجابه دي؟ لو لقيت المساله ناقصه جوهريه يعني، خط مائل كله على الاجابه وعيدها تاني، عيدها بقى كامله تاني بمزاج، حتى لو تعيدها في الاخر مش شرط مع فرعها. لو انت خلصت وهتبقى لوحدها في الاخر هتاخد درجتها، ما تخافش، المراجعين هيدوا لك الدرجه ان شاء الله، ما تقلقش. طيب ماذا يحدث لو ان انا وجدت ضوضاء شديده في اللجنه؟ هيصه بقى وزعيق في اللجنه. احنا مش رايحين لجنه 5 نجوم يا جماعه، وده كان الكلام كنت نبهت ليه. انت رايح لجنه ازاز الشباك مكسر، والدكه فيها مسامير، والدنيا حر، والارض مش نظيفه الا ما رحم ربي يعني. فانت احنا بنتكيف يعني وبنتاقلم، مش مشكله، احنا يهمنا مستقبلنا يعني. طب انا لو لقيت بقى هيصه في اللجنه وبتاع، حافظ على هدوءك شويه، حافظ على هدوءك. بص يعني خليك ايه، خليك جدع انك مستبسل ومستقتل انك انت تاخد الدرجه وانك انت تحافظ على مستواك. ما تقعدش بقى تسرح مع الضوضاء دي وتضيع وقت، وفي الاخر الورقه تتاخد منك الساعه 12. واطلب كمان لو لقيت الضوضاء دي زادت عن حدها، اطلب رئيس الدور وقول له انا مش عارف احل. ده من حقك على فكره، محدش لا حاجه عندك على فكره يعني، طالما انت ما معكش اي حاجه محدش حاجه عندك، عشان تكون فاهم يعني. طب افرض وجدت المراقب، اصحاب بقى المراقبين بقى، واحد يقعد جنبك ويبص، مراقبين يعني، يقعد جنبك ويقعد يبص في ورقتك، وبعدين يشاور لك يقول لك دي غلط او دي صح او راجع دي تاني. بصوا يا جماعه الناس دي مع احترامي لها بعض، طبعا انا ما بتكلمش ده كلهم اساتذه وفضلاء يعني، بتكلم على البعض، بعض غير الناس يلي بتبقى يعني تتدخل في ما لا يعنيها كده.
بصوا يا جماعه، مستحيل اللي يكون بيراقب عليك مدرس عربي عشان تكونوا فاهمين. يعني انت لو يعني مدرس الماده ما ينفعش يراقب فيها الا تبقى نصيبه وتبقى مشكله كبيره جدا. فاللي بيتكلم ده ما يعرفش حاجه، يعني اللي بيتكلم ده عنده معلومتين من اعدادي فعايز يعدهم لك ويديك في داهيه. فايه ابعد، قول له شكرا، شاكرين جدا، هو عمل لك كده، قول له خلاص. لو عملها مره واثنين قول له سمحت انا معلش بعد اذنك وبالراحه بدون اي مشاكل مع المراقبين، مش عايز مشاكل خالص مع المراقبين، لهم كل الاحترام منا، بس في نفس الوقت لو حد يعني زن كده اقول له سمحت معلش بتشتتني، بس بالراحه بهدوء كده. او بقول للصبيان بالذات مساله المراقبين ده يا جماعه اوعوا حد يفلت اعصابه، المراقب ده ممكن يأذيك جامد وممكن يعمل لك محضر غش وممكن يفقدك الماده وممكن يعني حاجات كتيره قوي احنا في غنى عنها اصلا. مش رايحين الشكل يا شباب، مش رايحين بقى بلطجه ايه وللشكل وانا هقف له بره وانا هضرب يا جماعه ايه ده؟ ده هو ده خلق طالب عايز يتعلم؟ لا يا شباب بهدوء كده، واحنا عايزين الموضوع في سلام وفي هدوء وايه عشان ما اخسرش كمان. طيب يا سيدي، طب لو انا دلوقتي استاذ لقيت الوقت ضاع مني وما فاضلش ال 10 دقائق وقدام التعبير، والله انقذ ما يمكن انقاذه بقى، حاول بقدر الامكان تكتب وتكتب بسرعه وتكتب كتير، حاول قدر الامكان، مش عارف هتعمل ايه بصراحه يعني. طب افرض بقى، تعالوا بقى لايه؟ لنقطه ساخنه بقى، احنا قربنا نخلص اهوت بس نقطه ساخنه جدا، وانت قاعد لقيت حد يا فلان يا فلان، تعرف الناس بقى كده غاوي قوي، يا فلان يا فلان يا محمد يا علي، انا بتكلم بطبيعيه جدا لانه ده اللي بيحصل في اللجنه. يعني انا مش في التلفزيون يعني، انا بتكلم بطبيعيه وبقول اللي بيحصل ايه. ده ممكن من اول ربع ساعه وانت داخل لسه ها هتقول تلاقي يا فلان السؤال الفلاني. طبعا مشكله كبيره لو انت التفت وراك وبصيت له، ممكن يكون المراقب راح واخدكم انتوا الاثنين وعامل لكم مشكله. مشكله طبعا. طب استاذ ما هو هيزعل؟ لا يزعل، يعني ده مش وقت خالص ان انا اخلي بالي من شعور حد. اصلا هو اللي بيطلبه مساله غير شرعيه وغير اخلاقيه اصلا، انه عايز غش. طبعا حرام، الغش حرام. فانا هو بيطلب مني حاجه انا مش هديها له، هيزعل مني، هو حر، اللي يزعل من الحق يطق زي ما بيقولوا كده، المثل يقول لك اللي يزعل من الحق يطق. فاذا يا شباب ما التفتش لحد بيناديني ابدا ابدا، لا في اول اللجنه ولا في وسط اللجنه ولا في اخر اللجنه. كان في ولي امر كده، احدى اولياء الامور، هي ام اقترحت عليا اقتراح بس انا مش عارف بصراحه صح ولا غلط، شوفوا انت هتعملوه الا لا بقى يعني. قالت لي ايه رايك يا استاذ ما تجيب لها سداده ودان بنتها يعني؟ قلت لها والله العظيم انا لو منك ادي لها سداده ودان. ليه بقى؟ هتنفصل تماما وتفضل مع الايه؟ مع الورقه بتاعتها بقى، لا تسمع ضوضاء ولا فلانه بتصوت ولا عين لنا مغمى عليه، هتبقى في عالم اخر. بس طبعا دي مساله يعني ايه، انا ما بقترحهاش قوي، انا بهزر معاكم، لكن هي موجوده انك انت سددت الودان ان يكون عندك لك الاراده انك ما تسمعش حد ولا نغشش ولا نغش يا شباب. ونفسي نفسي نبقى اهل قيم، اهل مبادئ، حتى لو اللي حوالينا كلهم مش اهل مبادئ، خليك انت صاحب مبدا، خليكي انت صاحبه مبدا. لو نفسي نفسي تفضل كده تطلع تفتخر تقول اللجنه كلها كانت بتغش وانا ما غشتش. دي على فكره في ناس بتعتبرها خيابه، لا ده انت كده عند الله غالي، ده انت كده عند الله غاليه. لان يا جماعه اللي بيغش، الطالب اللي بيغش ده، هو ايه الفرق ما بين اللي بيسرق جنيه وبيسرق معلومه؟ انا مش شايف اي فرق. يعني لو تخيل طالب دخل لقى ناس بتسرق من سوبر ماركت، الناس بتزرع فوضى وهيصة والناس بياخدوا وبيعبوا ويمشوا، فقال لك اشمعنى انا؟ فراح معبي وماشي، انت زيهم. طب ما هو نفس الحكايه، لقى الطلاب كلها بتغش ولقى في فوضى بتاع، فراح مغاشش معاهم. استاذ ما هم كده هيعدوني ويفوتوني، مستحيل مستحيل اللي بيغش يعديك. انا اسمعني انا، وياما شفت وياما الحياه ورتني بيطلعوا فاشلين برضه في شغلهم، فاشلين وعمرهم ما بينجحوا ابدا. من غشنا فليس منا. وايه رايكم بقى ان الغش، اقسم بالله العظيم الغش بينقص درجات ما بيزود درجات. ساعات تبقى انت كاتب الاجابه صح وبسبب الغش تشطبها وتكتب الغلط، شعورك ايه بقى؟ قول لي كده لما اعمل لقاء، ما اجيب ميكروفون كده بعد اللجنه واقول لك شعورك ايه وانت كاتبها صح ورحت شاطبها عشان الغش وكاتبها غلط؟ الحسره. ليه تحصر نفسك؟ طب افرض يا استاذ انا غشيتها، يعني انا طلعت صح، هي مش من حقك اصلا، يبقى انت كده خدت حاجه مش من حقك. طب افرض يا استاذ انا ثبت على اجابتي وكان وطلعت غلط، يبقى هو ده حقك، هو ده حقك. فيا شباب لو سمحتوا، يا ريت يا ريت نرجع القيم تاني، ويا ريت نتعامل بالاخلاق تاني، ويا ريت نتعامل بالمبادئ تاني، لان بصراحه يعني مش هيعدل البلد ديت الا انتوا، خليكم جدعان. طب افرض سمعت افرض بقى انا ما ساعدتش للغش، انا قاعد في امان الله كده وبحل وسمعت اجابه، سمعت انا انا بالصدفه يعني انا ما ساعدتش ليها، وسمعت اجابه تتعارض مع اللي انا كاتبه، لا ده مش غش بقى. طب استاذ اغيرها؟
برضه مش بتعتبر، في ناس بتعتبر الاجابه اللي جايه من بره دي هي الكنز الثمين وانا غلط وهو اللي صح. او اثبت بالراحه، اهدى اهدى اهدى، لان في ناس ساعات بتغشش غلط. يعني انا اذكر ان في طلاب يعني طالب كان بيغشش طالب غلط عشان ينقصه. انتوا متخيلين يا جماعه؟ بقول له هو كاتبها حاجه وبيغششه حاجه تانية خالص، ما بيغششها غلط. ففي ناس ساعات في اللجنه بتقصد تغشش غلط، فدي نقطه تخلي بالكم منها. طب افرض يا استاذ انا يعني انا ما ساعدتش ليها ولقيت المعلومه متعارضه وافتكرت فعلا انها صح، لا في الحاله دي من حقك تغيرها بقى، يعني دي عادي بقى رزقك يعني. انت ما ساعدتش ليه بس من حقك تغيرها، وغيرها فعلا لان ده يعني ده مش شيء مش مقصود، فغيرها وتوكل على الله وربنا ايه يعديها يعني ان شاء الله يعني. طب افرض بقى ان انا لقيت نفسي استاذ خلصت في ساعه ساعه وربع، انت حاطط لي الوقت ده وانا بصيت لقيتني على الساعه 11 كده ولا حاجه، ولا الساعه 11 الا ربع مخلص. والله حاجه من الاثنين، يا انت عبقري وربنا مسهله معاك قوي، يا انت عكك الدنيا وملخص لدرجه انك انت لابخ. فاعمل ايه؟ تلاقي نفسك خلصت بدري قوي كده، او تلاقي نفسك وانت بتحل هتخلص بدري كده. راجع بقى، راجع كده وشوف بمنطقيه كده، انت ناسي حاجه؟ طب التعبير اتكتب الحمد لله، طب التعبير كبير، طب انا التعبير عامل فيه شواهده، طب مجازا انا ناقص حاجه يا جماعه، طب احل السؤال الزياده، حل السؤال الزياده، احنا لازم كده كده هنحله. فلما تخلص بدري قوي لا راجع تاني وبتقعد كده وبايه وبتمهل كده وشوف انت خلصت فعلا بما يستحق الامر ولا انت ناسي حاجه. اخر ربع ساعه في اللجنه في منتهى الخطوره زي ما قلت لكم، ما تغيرش اجاباتك الا اذا كنت متاكد في المية انك انت غلطت، وهيقول لك الاستاذ الفلاني قال لي واستاذ ما قالوش حاجه، هو عشان يثبت نفسه خلاص. انا بقول لكم انا بحذركم يعني، مش عايز اطول عليكم بس انا بحذركم من حته كده، انا عايز احافظ لك على درجتك بكل ما استطيع. اخيرا بقى بعد اللجنه، بعد اللجنه يا ريت لو سمحت ما تراجعش الا مع نموذج الاجابه الرسمي او استاذ لغه عربيه ثانويه عامه عنده خبره. بص الشروط كام، ما انت ممكن تلاقي استاذ مع احترامي تاريخ مثلا او استاذ جغرافيا واقف بيراجع مع الاولاد عربي، هو مش بيراجع، هو يعني بياخد ويدي في الكلام والاراء يعني، فانت تشوف حاجات انت عاملها غلط، يا نهار اسود انا ضعت، انا بوست، انا الدنيا ضاعت، اهدى كده وبالراحه. طب ممكن الاقي استاذ عربي، بس استاذ عربي ما بيديش ثانويه عامه، بس ده استاذ عربي بس ما مش عارف المنهج، ما ممكن يكون مع احترامي ليه، انا بقول كل الاحتمالات اهو. فشباب ما تراجعش الا مع استاذ عربي، وانا ان شاء الله حسما بقى للكلام ده كله بعد الامتحان ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت هطلع نموذج اجابه انا هعمله ان شاء الله لغايه ما احصل على نموذج الاجابه الرسمي واحطه لكم ان شاء الله باذن الله رب العالمين عشان نحسم اي جدل. واذا لقيت عندك كلمه غلط ولا حاجه غلط الدنيا ما تهددش، الدنيا ما تهددش عشان ما تاثرش على المواد اللي جايه. فشباب ارجو ان اكون قد يعني اجبت لكم على كثير من الاسئله ونبهتكم وحذرتكم من كثير من المزالق اللي ممكن نقع فيها من غير ما ندري. ابناء الطلاب اخيرا في الختام احب ان انا اقول لكم كلمه من قلبي. حبايبي انا كل اللي بقدمه ليكم عبر الفيسبوك او اليوتيوب او على موقع بنذاكر ده حقكم وده واجبي، والناس اللي بتقعد تمدح وتستغرب وتقول الاستاذ اسامه بيدي ليه ده كله بيعمل ايه ده كله، والله العظيم ده واجب وفرض، وان شاء الله رب العالمين البلد دي مش هتطلع الا بالناس اللي بتدي ومش عايزه حاجه، مش عايزه حاجه، هي بتاخد من ربنا. واوعوا تفكروا ان انا اللي بعمله ده انا ما باخدش عليه مقابل، انا باخد عليه اكبر مقابل هو حبكم ودعاء اولياء الامور وتوفيق ربنا ليا ونعم ربنا عليا. فيا شباب صدقوني انا الشغل معاكم متعه، متعه انك انت تنير عقول رائعه مثل عقولكم، متعه انك ان انا في يوم من الايام امشي في الشارع والاقي طالب يسلم عليا، او ادخل مصلحه حكوميه، او ادخل مكان ما والاقي حد بيساعدني ويقول لي اهلا ازيك يا استاذ اسامه ده انا كنت بتعلم معاك على موقع بنذاكر. اللحظه دي من اروع اللحظات اللي ممكن انسان يعيشها. فيا شباب حقيقي انا احبكم جدا وادعو الله عز وجل لكم بكل التوفيق، ويا رب
دايما في تواصل مع بعض، وبأزوروا صفحة بنذاكر حبيبتكم، وبأزوروا موقع اليوتيوب، وبابعتوا لي وابعت لكم، ونتواصل مع بعض، وزي ما بندعي البعض بظهر الغيب يا رب دايما ان شاء الله متجمعين على الخير، ويا رب ان شاء الله يجمعنا يوم القيامة في رحمته بإذن الله رب العالمين. وإن شاء الرحمن الرحيم تكونوا استفدتم، وأعتذر لأي حد أنا ما قدرتش أرد عليه، أو والله انشغال، يعني أنا الرسائل اللي ما قدرتش أرد عليها ده كان غصب عني، ألاف الرسائل أنا لوحدي ومحدش يقدر يجاوب مكاني، وانتوا أجلتوا أسئلتكم للفترة الأخيرة وبعتها كلها مع بعضكم، فأنا الحقيقة جاوبت على قد ما أقدر فعلا. والتليفون أنا ساعات أنا ما بين اما في شرح الدروس، يا اما برد على التليفون، يا اما بصور، يا اما بمنتج، يا اما فابناء الطلاب يا رب ما يكونش حد زعلان مني ان انا ما ردتش عليه، او ان انا ما قدرتش اجاوب له على اسئلته، لانه والله ده يعني شيء كان فوق طاقتي وفوق وقتي. فيا رب حبايب الطلاب تكونوا او اكون انا بالفيديوهات وباجابات الاسئله اللي انا جاوبتها وهي كثيره على موقع بنذاكر وعلى صفحه بنذاكر، يا رب تكون ان شاء الله كفتكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وافتكروني وادعوا لي وادعوا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.